يلا يا ابني، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا سيدي توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيوة. فقال المصنف رحمه الله تعالى، المصنف مولانا الإمام الغزالي المولود في طوس سنة 450 والمنتقل سنة 505، لا تنسى هذا التاريخ. نفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، آمين. آمين. أيها الولد، لا تكن من الأعمال مفلسا. كمل. ولا من الأحوال خاليا، وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ باليد. هذا الكلام قلناه المرة السابقة. الكلمة العلم المجرد تعني مجرد عن العمل، فعلم من غير عمل لا يأخذ بيد صاحبه، يعني لا ينفع. هذه معنى لا يأخذ باليد، لا ينفع. خذ بيدي، يعني ايه خذ بيدي؟ يعني ساعدني. هنا إذا لم يكن لك عمل صالح لن تساعد. في رؤيا رآها مالك بن دينار رضي الله عنه وارضاه، من أكابر أهل الله. مالك بن دينار في البداية كان غير ملتزم، يعني في تقصير في الطاعة والعبادة، فرأى في المنام أن ثعبانا ضخم يجري خلفه وهو يجري منه، ثم ذهب فوجد الرجل عجوز، قال ساعدني. قال أنا مريض، لا أجد من يساعدني، كيف أساعدك؟ ثم يجري فوجد النار فيهرب من النار ويهرب من الثعبان الكبير، فرأى جبلا فأراد ينجو من الثعبان في الجبل، فوجد بنتا له ماتت قديما، فضربت البنت، ضربت البنت الثعبان فيمشي الثعبان، فقال لها يا ابنتي من هذا الثعبان؟ قالت عملك السيء. قال ومن هذا الرجل الضعيف الذي لا يساعدني؟ قالت عملك الصالح. ثم قالت البنت يا أبي، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الإيه من الحق؟ فاستيقظ الرجل وتوضأ وذهب لصلاة الصبح، فوجد الشيخ يقرأ ألم يأني للذين آمنوا، فقال آنا يا رب، ثم صار من أكابر أهل الله مالك بن دينار. فالعمل هو الذي يأخذ باليد، والعمل يحتاج إلى علم، لكن علم بلا عمل لا يأخذ باليد. أدي العلم المجرد. ما معنى مجرد؟ المجرد عن مين؟ عن العمل. فعلم بلا عمل كشجر بلا إيه بلا ثمر، لا فائدة من العلم، بل ستحاسب على العلم مرتين، مرة لأنك تعلم ومرة لأنك لم تعمل. الجاهل يحاسب مرة واحدة لأنه لم يعمل، لكن العالم يحاسب مرتين، مرة لأنه يعلم ومرة لأنه لم يعمل. العمل العلم، العلم المجرد لا يأخذ باليد، أي لا يقوى على دخول صاحبه الجنة. لكن من يعمل بما يعلم، من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم، ستجد الفتوحات من الله وستجد الفتح من الله كثير. لماذا؟ لأنك تعمل. فلو كان العلم قليل لكن تجتهد. قلت لحضراتكم سفيان الثوري، قالوا له نرى الكل يقول حدثنا سفيان حدثنا سفيان ولم نرك تقوم الليل، يعني كأكابر العلماء. قال إنه لا يدرك بهذا، إنما يدرك بالعمل، يعني العلم يأتي بالإيه بالعمل. فلو تعمل بما تعلم الله يعطيك علم ما لم تعلم. فهمتم يا شباب؟ من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم. هذا حال معظم المشايخ،
ممكن تجد في كثير من العلماء أفضل منه، لكن هو ده ربنا خصه. في كثير من المشايخ عنده علم كثير، بس هذا الناس حوله كثير. ماذا يفعل؟ إنه يعمل بما يعلم في تقوى. ومن هنا ده كلام سفيان الثوري، كلام يكتب بميزان الذهب، كلام يكتب بميزان الذهب. قول يا سيدي أيها الولد، كل أيها الولد نصيحة جديدة، كل أيها الولد نصيحة جديدة. قول يا ابني. مثاله لو كان على رجل في برية عشرة أسياف هندية. إيه فائدتها؟ عندي عشر سيوف تزين الحائط، ما فائدة هذه الكتب ولا يقرأ أحد؟ نحن الآن في مشكلة، صلينا الظهر خمس ركعات، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ نحن نختلف. إذا أخرجنا الكتاب ووجدنا الحل، هنا للكتاب فائدة. أما إذا اختلفنا والكتب موجودة ونحن لا نجيد القراءة، ما فائدة الكتب؟ لا شيء. عندي تسع سيوف هندية قوية وجاء العدو، أيها السيوف اقتلوه، لن يستطيعوا. ليه لن يستطيعوا؟ لأن السيف لن يفيد إلا عندما آخذه وأحارب به، ده اسمه العمل. فالسيف كالكتب كالعلم، متى يظهر العلم؟ متى يظهر السيف؟ متى تظهر الكتب؟ بالاستخدام والاستعمال، وهذا الاستخدام والاستعمال هو إيه؟ هو علم. بس أنا خايف يا ابني الكلام ده نكون قريناه قبل كده وأنت بتعيده، أنت بتعيده يا ابني حرام عليك. قولوا خلاص، قولوا خلاص، ها مش مشكلة. قول بس أنا شرحته، شرحته. قول قول. يلا يلا ها. قول يا شاب بطاطس، قول يا شاب بطاطس، عايز تاكله؟ حط ملح كله. مع أسلحة أخرى، وكان الرجل شجاعا وأهل حرب، فحمل عليه أسد عظيم مهيب، وما ظنك؟ يعمل الراجل هو شجاع وقوي وفي سيف وفي أسد، إن لم يأخذ السيف ويقاتل الأسد سيأكله، فإن أمر السيف أن يمشي السيف لن يتحرك. أدي معنى علم بلا عمل. كتب في مكتبة جاهل، لا لا شيء. قول يا ابني قول. هل تدفع الأسلحة شره عنه بلا استعمالها وضربها؟ فمن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب. فكذا لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها، لا تفيده إلا بالعمل. الحمد لله. ومثاله أيضا لو كان لرجل حرارة ومرض، ومرض صفراوي يكون علاجه بالسكنجبين. ده اسم دواء. اسم دواء. هل الدواء ينفع؟ لا. متى ينفع الدواء؟ بإذن الله إن شربناه. فأن آخذ الدواء وأشرب اسمه عمل، ترك الدواء في القارورة اسمه علم. فلن يفيد الدواء إلا إذا دخل في جسد الإنسان بإذن الله. ما فائدة اللحم وهو في الثلاجة؟ لا شيء. لكن إن يطبخ ونضع في إناء ونأكل، هنا نستفيد. خلاصة الكلام، الشيخ يدفع إلى العمل. يا أيها الذين، إن الذين آمنوا وعلموا ولا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها. خلاص خلاص مبسوطين بالجنة، هو يحيى في الجنة مبسوط، ومن هنا لا يريد أن يتركها. قول يا سيدي. والكشكاب فلن يحصل البرء إلا باستعمالها. لن يحصل البرء إلا باستخدام لها الدواء، لكن الدواء لا يشفي، الذي يشفي الله، لكن الدواء سبب. الدواء إيه؟ سبب. فالعمل الصالح ليس يدخلك الجنة، العمل الصالح سبب في رضا الله، ورضا الله له غاية، وهو الغاية
ورضا الله له ثمرة، هذه الثمرة هي الجنة، وله وسيلة هي الطاعة. شوف شوف، الغاية رضا الله، الوسيلة الطاعة، الطاعة العبادة وسيلة. طيب إذا وصلت إلى رضا الله، رضا الله له ثمرة، هذه الثمرة هي إيه؟ الجنة. الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قول يا سيدي. كرمى ذو الهزار طفل بالماء تام خوري لباشت شندادي. ايه الكلام الصعب؟ تستغفر الله، ايه تخرب بيت ويا ولد، ايه ده ولد؟ الكتاب اصلا فارسي، فالمترجم ترك هذا البيت. معناه له معنيين، له معنى يعني راقي وله معنى عادي حرف كده. معناها أنه لا يعرف طعم الخمر والسكر إلا من يسكر، إلا من إيه؟ وهنا معنى من ذاق عرف، من ذاق شراب القوم عرف. وسيأتي مثال رائع. رجل عنين، عنين يعني عنده آلة، آلة الرجل الذكر لا تتحرك، فلا يستطيع مجامعة النساء. فقال هذا العنين لرجل صديقه: صف لي لذة الجماع. يعني أنا أسمع أن الجماع ده متعة، طب هذه المتعة كيف؟ فقال له الرجل: كنت أعلم أنك عنين، لكن الآن علمت أنك عنين وأحمق. هذا الكلام اللي هو لذة الجماع يزاق لمن عرفه ولا يوصف بالكتابة والقراءة. صف لي، صف لي طعم هذا الشاي. ساخن ممكن، مر استغفر الله، عادي معروف، بخلاء لا يضعون سكر معروف. لكن لا لا، أنا لا أريد، أنا أريد المذاق. هذا المذاق لا يوصف، من يعرفه؟ من ذاق. ومن هنا قال العلماء: من ذاق عرف، ومن عرف التزم. احنا في درس العلم متعة، الناس ترى سبحان الله ساعتين، ثلاث ساعات، خمس ساعات تجلسون على الأرض، والشيخ خمس ساعات، ثلاث ساعات، ساعتين يتكلم، في لذة، في متعة، متعة أنك تمسك الكتاب وأنك تؤيد في الكتاب، في حد ذاتها متعة. هذه المتعة مهما نقولها لإنسان لا يحضر الدرس لن يدركها، فلن يستفيد منها إلا من يحضر. في بداية العلم أنا كنت أحضر المجلس مش فاهم حاجة، مجلس الدكتور علي جمعة ربنا يكرمه، كنت مش فاهم. فسألت صديق أكبر شوية اللي هو الشيخ عماد عفت رحمه الله، كان يعني كان كنت أجلس جنبه، لكن أنا كنت أجلس كثيرا بجوار الشيخ سيد شلتوت، كنت أجلس أنا وهو كده نوع مع بعض. فقال الشيخ عماد، قال لي تزعل الليل، قلت له أنا مش فاهم، قال لي أصبر شهر، تحمل مجلس العلم ها شهر، بعد الشهر ستفهم كل شيء. ليه؟ عرفنا فائدة الكتاب، وعرفنا فائدة الحضور على الشيخ، وفهمنا أسلوب الشيخ، وفهمنا أن الصعب الآن غدا سيكون سهلا، وأن ما نسمعه في الفقه سيعاد في التفسير، وما نسمعه في التفسير سيعاد في الحديث، وما نقرأه في الحديث سيعود في الفقه، فالعلوم الإسلامية كلها متشابكة. أدي معنى اصبر شهر. رجل يفتح دكان، أول يوم لا يبيع، ثاني يوم لا يبيع، يا أخي أصبر، رابع يوم لم يأتي أحد هو يغلق الدكان، ستخسر كثيرا، لكن اصبر، قد يأتي واحد، قد يأتي اثنين، قد يأتي ثلاثة. شوف مسجد الظاهر مستحيل تجدني أجلس وحدي، ناس رايحة وناس جاية في مسجد الظاهر، يعني من يأتون يعرفون. أنا كنت في هذا المسجد ستة أشهر لا أتكلم مع أحد في البداية، أنا أقول السلام عليكم قبل التسليم الثانية أنا أمشي، خلاص كنت أمشي أحكي مع أصحابي كده وخلاص.
بعد 6 أشهر بدأت أتعرف على واحد على اثنين، ثم فعلت احتفال كبير بالمولد النبوي، خلاص بعده صار الناس يعرفون الشيخ وصار الشيخ يعرف الناس. الآن صعب صعب أن تجد وقت يجلس معايا 3، أقل شيء 5 6 10، بس أصبر. أدي معنى الكلام هو من ذاق عرف. كيف أصف لك طعم الطاعة؟ الطاعة ليها طعم. 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. قالوا حلاوة الإيمان تذاق كما يذاق الطعام، قد تكون مرة، قد تكون حلوة، قد تكون متوسطة، كل بحسب عمله، لكن ليها مذاق. أنا كل يوم أنام بالليل، طب جرب كده مولانا تنام بعد صلاة 2 ركعة، يا سلام مختلف. أنا كل يوم أنام بدون وضوء، طب جرب كده تنام مرة بوضوء، الطعم مختلف. أنا كل يوم أنام عادي، طب جرب قبل أن تنام تقول أذكار النوم، يا سلام. طب جرب كده قبل أن تنام تقرأ شيئا من القرآن وتصلي على رسول الله 1000، يا سلام. لو كل يوم تصلي على رسول الله 1000، ثم جيت مرة من المرات صليت على الرسول 990، ستشعر أنك ندمان مقصر لطعم. من يسكن في قصر ثم نأخذه ليسكن في شقة يشعر أنه في النار، ومن نأخذه من منطقة راقية إلى منطقة متواضعة يشعر أنه دخل النار. ومن هنا سألوا الإمام الشافعي: يا مولانا الإمام الشافعي، ما هو النعيم الذي هو أفضل من الجنة؟ قال: رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. من يشتاق يشعر بأنها متعة. 2، وما هو العذاب الذي هو أشد من النار؟ قال: السلب بعد العطاء. إن أعطاك وأخذ منك ستشعر أنك في أشد من النار. ده ليس كلامي، ده كلام الإمام الشافعي. السلب يعني الأخذ، بعد ليها بعد العطاء. صعب أوي صعب. شوف إنسان كده عنده أولاد وعنده زوجة، فجأة مات الأولاد ومات الزوجة في حادث سيارة، غالبا سيعيش ثم يموت، أو هو عايش لكنه ميت، كان عنده زوجة وكان عنده أولاد، كان عنده، فجأة كله مات وهو حي. أنا مستعد أقسم لكم أنه كان يتمنى أن يموت معهم أو قبلهم حتى لا يشعر بمرارة هذا الموقف. يدخل البيت يجد أولاد كثيرة، يجد زوجة، حتى ولو في مشاكل لكن يجد ناس، فجأة يدخل البيت سبحان الله لا أحد. لا، هنا ده عذاب، عذاب صعب. مرارة من ينجح، لا، من ينجح يشعر بلذة مع أصدقائه، مع أصحابه، مع أحبابه، مع تقدم. لكن لا قدر الله من يرسب يشعر بمرارة أنه فارق أصحابه وأحبابه، هذا الفراق يجعله يندم. إن شاء الله كله ينجح هذا العام بإذن الله، كله ينجح إن شاء الله. خلاص أنا أنجح الحمد لله، نجحت خلاص. قول يا ابني. أيها الولد، ولو قرأت العلم 100 سنة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل. هو ده، لو قرأت 1000 كتاب لك ولا عليك؟ عليك. شوف نحن نقرأ هذا الكتاب، إن لم نعمل بما في الكتاب صار هذا الكتاب علينا يوم القيامة ليس لنا. كان في رؤية لملك من ملوك مصر زمان في العصر العباسي، كان استقل بمصر، عندما مات أولاده كانوا يأتون في المقبرة بشيخ يقرأ ليل نهار، يمشي يأتي واحد، يمشي يأتي واحد. فجاء الملك في المنام للشيخ قال: رجاء لا تقرأ عند قبري آية أخرى. هذا ليس حديث، رؤية منامية، من يصدق يصدق ومن ينكر ينكر، ليس قرآن ولا سنة، رؤية منامية.
قال رجاء لا تأتي مرة أخرى وتقرأ. قال ليه؟ قال كلما قرأت آية قالت لي الملائكة ألم تقرأ هذه الآية في الدنيا؟ قلت بلى. قالوا ولماذا لم تعمل؟ فيزيد العذاب. فهمتم؟ الشيخ يقرأ آية وأحل الله البيع وحرم الربا، من كان في القبر يتعامل بالربا، فالملائكة تقول له ألم تقرأ هذه الآية وأحل الله البيع وحرم الربا؟ يقول قرأت. يقول ولماذا لم تعمل؟ فيضربونه. فكلما قرأ الشيخ آية كلما سئل عنها فإذا أجاب بالنفي يضرب، فكانت سببا في العذاب. ومن هنا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قوم القرآن لا يتجاوز الحناجر، يعني لا يتجاوز الحناجر يعني لا يدخل القلب، هذه الحنجرة هذه القلب. رب قارئ، رب هذا حرف جر دايما يجي بعده المجرور مفرد نكرة، غالبا نكرة استغفر الله. رب قارئ للقرآن والقرآن إيه؟ يلعنه. سبحان الله، نسأل الله ألا يلعننا. قول يا سيدي. بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إن لم تسعى من يسعى لك؟ إن لم تأكل من يأكل لك؟ جاء الرجل وأكل رغيف ثم جاء يأكل الثاني، لماذا؟ قال لأن فلان جوعان، أنا أريد أن أكل عوضا عنه، هل يشبع؟ إذا أنا أكلت نائبا عنك أنت لن تشبع. ما حاك ظهرك إلا إيها ظفرك. أنا أفعل هكذا، أنا أعلم أين الألم، لكن أنا لا أتي بصديق يفعل لي هكذا. فإن لم تكن أنت مهتما بحالك من يهتم؟ إن لم تبكي على خطيئتك بالاعتذار والاستغفار من يستغفر؟ إن لم تنفع نفسك في حياتك لا ترجو النفع من غيرك. قل يا سيدي. وقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. خلاص أقول إيه؟ وقوله تعالى جزاء بما كانوا يكسبون. وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نزلا يعني مكانا لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن يخرجوا منها. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وما تقول في هذا الحديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. أهو عمل باللسان، رجل في قلبه يؤمن ولم يتلفظ وهو كافر. مسلم ولا كافر؟ ليس مسلم عندنا. في قلبه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله من غير أن يتلفظ، ليس مسلم عندنا، مسلم عند الله. لا بد من النطق ولا بد من لفظ أشهد ولا بد من الترتيب. لا بد من النطق باللسان، النطق باللسان حركة. فلو استقر في قلبه ولم يخرج ليس مؤمن عندنا، ليس مسلم عندنا، ولا تجري عليه الأحكام. إذا نطق أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله نحاسبه، صار مسلم وتجري عليه ليها الأحكام. إقام الصلاة عمل، إيتاء الزكاة عمل، صوم رمضان عمل، الحج عمل، أدي يا سيدي أركان الإسلام. ما معنى الركن؟ يتحقق من وجوده الوجود ومن عدمه الإيه؟
العدم. وجدت الأركان صار مسلم، لم توجد الأركان ليس مسلم. وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. ما الدليل على أن الله في قلبك واحد؟ أفعالك. ما الدليل على إيمانك بالملائكة والرسل؟ أفعالك. ما هو الإسلام لغة واصطلاحا؟ لغة الإذعان والإنقياد، ده الإسلام. الإذعان والإنقياد اصطلاحا، الإذعان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال ومن أفعال ومن تقريرات ومن صفات، وسمي مسلما لأنه أسلم أمره لله، فأنت عبده وهو خالقك وهو حر فيما يفعل فيك. أركانه خمسة كما تعرفون: الإيمان لغة التصديق، أنا أصدق صلاحا، التصديق اللساني لا، التصديق القلبي. بماذا؟ بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات. إذن الإسلام ظاهر، طب والإيمان باطن. ما الدليل على ما في القلب من إيمان؟ عمل الجوارح. الدليل على ما في القلب من إيمان عمل من؟ إذن الإيمان في القلب والعمل دليل على الإيمان. أدي تصديق بالجنان وعمل بالإيه؟ بالأركان. ودليل الأعمال أكثر من أن يحصى. كثير الحمد لله. وإن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى وكرمه، لكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته، لأن رحمة الله قريب من المحسنين. ولو قيل أيضا يبلغ بمجرد الإيمان، قلنا نعم، لكن ماذا يبلغ؟ وكم من أقبة كؤود يطفوها إلى أن يصل. فأول تلك العقوبات عقوبات الإيمان، وأنه هل يسلم من سلب الإيمان أم لا، من سلب الإيمان أم لا، وإذا وصل هل يكون خائنا مفلسا. كان ده جميل قوي. الشيخ بيقول لك العمل العمل العمل، لا تظن أن العمل هو الذي يدخلك الجنة. ستدخل الجنة بالرضا من الله. طب العمل 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 دليل وسبب من الأسباب المؤدية إلى رضا الله. يعني وعد الله المؤمنين العاملين بالجنة، طب الكفار وعدهم بالنار، لكن الله حر، قد يدخل الطائع النار ويدخل العاصي الجنة، هو حر. قال رجل: يا رب أدخل الجنة بعملي. قال: أوزنوا عمله فلم يساوي نعمة العين. قال: أدخلها برحمتك. قال: أدخلوه. الرجل الذي قتل 100 ثم تاب وخرج من أرض المعصية وأراد أن يذهب إلى أرض التوبة فمات ولم يعمل، تنازعت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب تقول قاتل 100، وملائكة الرحمة تقول إنه تاب. قال الله: احسبوا المسافة.
فإن كان أقرب إلى أرض المعصية دخل جهنم، وإن كان أقرب إلى أرض الجنة دخل الطاعة دخل الجنة، فكان أقرب إلى أرض التوبة والطاعة بشبر فدخل الجنة، شبر واحد. فلا تظن أن العمل كل شيء، العمل علامة على الإيمان. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى لعباده يوم القيامة: ادخلوا يا عبادي الجنة برحمتي واقتسموها بقدر أعمالكم. شوف ادخلوا الجنة بها برحمتي، ليس بعملكم، ولكن جوه الجنة من رقم واحد الأكثر عملا، من رقم اثنين إلا أقل عمل، من رقم ثلاثة إلا أقل أقل، وهكذا. قول يا سيدي. أيها الولد، ما لم تعمل لم تجد الأجر. حكي أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله تعالى 70 سنة، فأراد الله تعالى أن يجلوه على الملائكة. يجلو يعني يظهره. الله أراد أن يثبت للملائكة بدليل واقع هذا العبد يعبد من أجل الجنة ولا يعبد لأن الله يأمر. يعني أنا أعمل مولانا، نعم ما فيش راتب، خلاص أنا لا أعمل. خلاص يا مولانا في راتب، خلاص أنا سوف أعمل. يبقى الشيخ يعمل عشان يأخذ إيها راتب، في راتب الشيخ يعمل، لا يوجد راتب الشيخ يترك، لكن لا، في راتب الشيخ يعمل، لا يوجد راتب الشيخ يعمل، لأن الشيخ يعمل لله. فالله أراد أن يقول لهم مثل هذه العبارة: هو يعبد للجنة ولا يعبد لله؟ خلاص شكرا إن شاء الله. يلا يا ابني. فأرسل الله إليه ملكا يخبره أنه مع تلك العبادات لا يليق به دخول الجنة. شوف ملك قال لهذا الراهب 70 سنة عبادة: إنك لم تعمل بالقدر الكافي الذي يدخلك الجنة. يعني إيه؟ يعني مهما تعمل ستدخل النار. شوف إجابة الشيخ. فلما بلغ قال العابد: نحن خلقنا للعبادة. يا سلام، خلقنا لمين؟ يعني نحن لا نشترط على الله جنة ولا نار، هو حر. نحن عبيده، أدخلنا الجنة هو حر، أدخلنا النار هو حر. فينبغي لنا أن نعبده. فلما رجع الملك قال: إلهي أنت أعلم بما قال. قال الله تعالى: إذا هو لم يعرض عن عبادتنا فنحن مع الكرم لا نعرض عنه. شوف الإجابة الجميلة. هو قال: سأعبد أدخل الجنة أدخل النار، سأعبد. ربنا قال له: إن كان لم يعرض عن عبادتنا فإن الله لن يعرض عنه، يعني سيدخله الجنة إن شاء الله. اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له. حاضر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يعني إيه؟ كل يوم يمر من عمر الإنسان لا يعود ولا يعوض، فإذا ضاع عمرك قبل أن تجمع من العمل الصالح ما يدخلك الجنة أملك في الجنة ضعيف، لكن في رحمة الله. أنا أسافر أعمل، أتقاضى في الساعة 10 جنيه، رأيك كم ساعة أشتغل؟ سوف أعمل 50 ساعة في اليوم. 50 ساعة، أيوة. أنا أريد إيه؟ أريد المال، سأعمل كثيرا. هنا يا مولانا إذا عرفت أنك في هذه الدنيا ستسافر، لأن هذه الدنيا دار فناء وليست بقاء، دار البقاء في الجنة، إذا نعمل ولا تضيع الوقت.
كل شهر أنا أجمع المال، في التزامات للسيارة، في التزامات للبيت، في التزامات للشقة، في التزامات للأولاد. إذا وجدت الأموال لا تكفي، أنت تجتهد في الشهر القادم أن تجمع أموال أكثر. طب إذا وجدت أموال تفيض أنت تطمئن. أدي معنى حاسبوا أنفسكم قبل أن تموتوا وتحشروا وتقابلوا الله يوم القيامة في الحساب. من الآن، هل أنا صليت؟ هل أنا صمت؟ هل أنا زكيت؟ هل 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 هل؟ فإذا كانت الإجابة نعم نعم نعم، قول الحمد لله. أما إذا كان فيها لا لا لا، يلزمك التوبة والاستغفار والتعويض. الإنسان لا يدري متى سيموت، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ومن هنا اجتهد أيها الإنسان. قول يا ابني. وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. الميزان يوم القيامة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. وقال علي كرم الله وجهه: من ظن أنه بدون الجهد يسر فهو متمنن. يعني من ظن أنه سينجح من غير مذاكرة هذا تمني. ذاكر واترك الأمر إلى الله. فمن ظن أنه سيدخل الجنة وهو لا يعبد هو يتمنى، والتمني صعب. ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو مستغن. مستغن عن رحمة الله، ركن إلى عمله ولم يركن إلى رحمة الله وفضله، أدي مستغن. فإن قلت سأدخل الجنة سأدخل، أنت متواكل. وإذا قلت سأدخل الجنة بعملي، أنت مستغن عن رحمة الله. الاثنين شر، الاثنين سوء. أن تستغني عن الله أو تتمنى على الله، الاثنين سوء. وقال الحسن رحمه الله تعالى: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب. ليه؟ ليه ذنب من الذنوب؟ طلب الجنة من غير عمل ذنب، هو طلب للنتائج من غير تحقيق الأسباب. طلب للنتائج من غير تحقيق الإيه؟ كمن يجلس في الامتحان ويخاطب القلم: أيها القلم اكتب، رجاء أن تكتب. فيقول القلم: ماذا أكتب؟ اكتب إجابة الأسئلة. فإذا كان صاحب القلم لا يكتب فأنى للقلم أن يكتب. قل يا ابني. وقال: علامة الحقيقة ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل. الكلام ده خطير قوي. من اعتمد على عمله أشرك مع الله أحدا، ومن ترك العمل خسر الدنيا والآخرة. طيب ما معنى الملاحظة؟ أنا أصلي الليل كله الحمد لله، أنا أصوم رمضان وشعبان الحمد لله، أنا أحج 5 مرات في العام الحمد لله، أنا أعمل عمرة كل يوم الحمد لله، أنا 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 أنا. رأيت نفسك؟ ومن رأى نفسه فقد تعاظمت نفسه عنده فأصيب بالعجب، والعجب يؤدي إلى الكبر، والكبر من الكبائر. هذه الرؤية. أنا أحسن واحد، أنا أنا أنا، شوف أنا أنا، شوف 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 من يقول شوف أنا، شوف حتى كلمة أنا يرفع رأسه، أنا 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 أنا، تكبر. طيب أدي من رأى نفسه فينها في العمل. ومن هنا قالوا: ما أفلح ملتفت. افعل الخير ولا تعتمد عليه، اعمل ولا تعتمد على العمل، بل اعمل واتهم نفسك بالتقصير،
فإذا اتهمت نفسك بالتقصير ستتقدم إلى الأمام. أما إذا اطمأننت على ما تفعل من عمل صالح سيقل مستواك، لأنك شعرت أنك وصلت إلى درجة عليا. من يحفظ القرآن ولا ينسى لا يراجع سينسى، من يحفظ القرآن ويخطئ سيراجع، من يرتكب الذنب يتوب، أما من لا يرتكب الذنب لا يتوب. ومن هنا كان رسول الله يستغفر، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 70 أكثر من 70 مرة، رواية 100 مرة. لماذا يا رسول الله تستغفر وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا، أفلا أكون عبدا. سبحان الله سبحان الله، أفلا أكون عبدا شكورا، يعني استغفر الله يعني شكر، أنا أشكر الله أن جعلني لا أرتكب الذنوب. لكن إيه رأيك لو قال الله لواحد فينا ستدخل الجنة ستدخل الجنة، ممكن لا يصلي، ليه أصلي ليه أنا داخل الجنة؟ قالوا لي مولانا تنجح ستعمل مدير في ماليزيا، ترسب ستعمل مدير برضو، إيه القضية؟ لا يذاكر صح، تدفع أموال تتزوج، تأخذ أموال تتزوج، بيجمع الأموال ليه؟ لكن من رأى نفسه ضل. ومن هنا قال العلماء ما أفلح ملتفت، من يلتفت إلى عمله وينظر إلى عمله. في حكمة جليلة قال ابن عطاء الله السكندري المنتقل سنة 709، رب معصية أورثت ذلا وانكسار، أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. رب عاصي يتوب تكون توبة صادقة، ورب عابد يفتخر بعبادته فيقع في الأرض. قل يا سيدي. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من اتبع هواه وتمنى على الله تعالى الأمانية. كلام برضو جميل. الكيس العاقل الذكي دان نفسه، اتهمها بالتقصير. الأحمق قليل العقل، من كان كسلانا ويقول أنه سيدخل الجنة. المشكلة مولانا نحن لا نريد أن نكون خوارج ولا نريد أن نكون مرجئة. من الخوارج عندهم من فعل صغيرة هي كبيرة، من مولانا ليس عندهم كبائر، استغفر الله، ليس عندهم صغائر، كل الذنوب يا مولانا كبائر، ومن يرتكب كبيرة عندهم كافر. والمرجئة كله الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، لا يصلي الله غفور رحيم، لا يزكي الله غفور رحيم. طب وآيات العذاب الله قالها حتى نخاف، لا حتى إيها ندخل النار. فنحن لا نريد خوارج ولا نريد مرجئة، نحن أهل سنة وجماعة، نعمل ونطمع في الرحمة، نخطئ ونستغفر، نعصي ونتوب. نحن لا خوارج ولا مرجئة، نحن أهل السنة و قل يا أيها الولد كم من ليال أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب وحرمت على نفسك النوم، لا أعلم ما كان الباعث فيه.
إن كانت نيتك نيل عرض الدنيا وجذب حطامها. هذه تجديد التوبة، أنت تذاكر حتى يقول الناس أنك من العلماء أخذت أجرك من الناس، أنت تذاكر حتى تنفع الناس مخافة الله ونشر العلم ستأخذ الأجر من الله. بنياتكم ترزقون. إن كانت نيتك نيل عرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهدة على الأقران والأمثال فويل لك ثم ويل لك. ليه؟ لأنك رأيت الناس في العمل، ورؤية الناس في العمل رياء، والرياء شرك أصغر. إذا رأيت الناس في العمل رياء، والرياء شرك أصغر. وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وتهذيب أخلاقك وكسر النفس الأمارة بالسوء فتوب لك ثم توب لك. توبة يعني انتظر الجزاء الحسن. طوبى ليس حجر، يعني طوبى هي مكان في الجنة، درجة في الجنة. طوبى درجة في الجنة، مكان فين؟ في الجنة. ولقد صدق من قال شعرا سهر العيون لغير وجهك ضائع وبكاؤهن لغير فقدك باطل. كل من يبكي على غير الله باطل، من يبكي على الحبيبة مفارق، ومن يبكي على الدنيا تارك. قيس كان يحب ليلى، وعندما ماتت ليلى قبله كان يذهب إلى قبرها ويبكي ويقول شعرا. سبحان الله، أدي سهر الليالي لغير الله. لكن لو كان سهر الليالي لله، يا سلام يا سلام. مولانا الإمام الشافعي معظم حياته كان يصلي الصبح بوضوء العشاء. ليه مولانا يدخل في مسألة ومسألة إلى مسألة ومسألة إلى مسألة إلى أن يقول الله أكبر الصبح وهو لا يدري. أي سهر ينفع؟ يبكي للمحبوب ويسهر للمحبوب، ولا يسهر في الطاعة والعبادة للمحبوب؟ خلاص صار حكايات فكاهات، أما لله صار علم، صاحبه يأخذ الأجر والثواب ما دام هذا العلم منتشر وموجود. من صلى على رسول الله في كتاب صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تستغفر له ما دام هذا الكتاب موجود، استمرار للخير وكتابة اسم الرسول صلى الله عليه وسلم عمل. أيها الولد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، وأفعل ما شئت فإنك مجزي بي. أحبب من شئت فستترك، هي الدنيا دار فراق. أحبب من شئت فإنك مفارق، الدنيا دار فراق. إنك ميت يعني تارك، والعاقل الرشيد لا يبني إلا في دار القرار. دار القرار هي جنتنا. القضية والمشكلة ليست في دخول الجنة، المشكلة أين مكانك في الجنة. القضية ليست ماذا آكل، القضية كيف آكل، هذه هي القضية. القضية ليست في العمل، القضية ماذا نعمل. القضية ليست في المال، كيف ننفق المال. القضية ليست في المذاكرة، القضية كيف نذاكر. القضية ليس في النجاح، كم يبقى في رأسنا من العلوم حتى ننجح في حياتنا الكبرى. الامتحان هي حياتك الصغرى، لكن حياتك في العمل هي الحياة الكبرى. أيها الولد، أي شيء حاصل لك من تحسين علم الكلام والخلاف والطب والدواوين والأشعار والنجوم والعروض والعروض والنحو والتصريف غير تضييع العمر بخلاف ذي الجلال؟
إني رأيت في إنجيل عيسى عليه السلام قال من ساعة أن يوضع الميت على الجنازة إلى أن يوضع على شفير القبر يسأل الله بعظمته منه 40 سؤالا لله أوله يقول عبدي طهرت منظر الخلق سنين وما طهرت منظر ساعة وكل يوم ينزل في قلبي يقول ما تصنع لغيري وأنت محفوف بخيري أما أنت أصم. كل إنسان يريد أن يتجمل للناس. شوف شيخ يلبس عمامة، شيخ يلبس جلباب، شيخ يلبس جبة، شيخ بيعمل إيه؟ شيخ بيتجمل حتى يأتي للمحاضرة في صورة حسنة. لكن هل الشيخ جمل قلبه لله مرة؟ أدي السؤال. أنا أريد أن يقول الناس إنني مؤمن، هل أردت أن الله يقول عليك مؤمن؟ أنا أريد أن يقول الناس إن الشيخ كريم، هل جربت مرة أنك لا تسمع أحد إلا الله وهو يقول لك يا كريم؟ أدي الإيمان. أعبد الله كأنك أنت تراه حقيقة. لكن فين هذه الحقيقة؟ في الخوف منه. أنا أريد أرتكب ذنب، الله يراك، خلاص لا أرتكب، الله يراك، الله لا يراك، ستفعل، اسم المجاهر، والمجاهر الله لا يغفر له الذنوب. أعبد الله كأنك فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أدي مقام المشاهدة والمراقبة. المراقبة الله يراك، المشاهدة أنت ترى الله. قل يا سيدي. وكل يوم ينظر في قلبك يقول ما تصنع لغيري وأنت محفوف بخيري. سبحان الله، أنت في خير الله ولا ليس في خير الله؟ في خير الله. طب لماذا تعمل لغير الله؟ مولانا إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه وارضاه سألوا سؤال، راجل كده قال له يا مولانا، قال نعم، قال رخص لي في الزنا. أنا أريد أن أرتكب الزنا. قال تريد الزنا؟ قال نعم. قال افعل 5 أشياء، وزني كما تشاء. 1، لا تزني وأنت تسكن في أرض الله. قال صعب. ما هو الصعب؟ قال كيف تزني، كيف أزني وأنا على أرض الله، كل مكان أرض الله؟ قال أو ما تستحي على أرضه وتعصيه. 2، قال إن أردت أن تزني فلا تزني وأنت تأكل من رزق الله. خلاص لا أكل بطاطس، سأكل فول، الفول رزق الله، سأكل ملوخية رزق الله، سأكل عدس رزق الله، ستأكل لحم رزق الله. قال صعب. قال تأكل خيره وتعصيه، اتق الله. 3، قال إذني ولكن في مكان لا يراك الله فيه. الله يرى كل شيء، يعلم خائنة الأعين. قال كيف تزني والله يراك؟ استحي من الله. 4، إذا جاء ملك الموت لينزع روحك قل له اتركني حتى أتوب، لن يتركك. آخر حاجة، إذا جاءت زبانية جهنم ليأخذوك إلى النار فقل لهم لا تأخذوني أنا مش فاضي، أريد أن أدخل الجنة. فإذا تركوك فافعل ما تشاء. فتاب الرجل. شوف الشيخ عمل إيه؟ صار يعدد له نعم الله عليه. كيف تنسى هذه النعم؟ شوف شوف شوف، لما يأتي واحد الآن ويدخل جوه هنا في هذا المكان ثم يضربكم، تضربنا في بيتنا؟ طب لو ضربكم في الشارع قد يكون أخف.
أن تسب الرجل في بيته صعب، لكن ممكن في الشارع يعني ممكن شوية مقبول، لكن تسبه في بيته جريمة كبرى. كيف يأتي إلى بيتي ويسبني؟ بيتي، فما بالك أن هذه الأرض ملك لله، ملك لله، وما أنت إلا مستفيد من نعم الله في هذا الكون. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال، فكيف تتكبر على الله؟ كيف تجاهر بالمعصية؟ أشد ما في القرآن قال مولانا السيوطي: ويحذركم الله، أصعب شيء في القرآن هذه الآية، ويحذركم الله نفسه. شوف لما الإله الواحد القدير القوي و يتوعدك، أنت تفعل مشكلة مع مين؟ مع البواب، مش مشكلة، ممكن نصالحه. طيب نفعل مشكلة مع دكتور في الكلية، لا، ممكن تحصل مشاكل، لكن الله يغفر ويرحم. لكن تفعل مشاكل مع رئيس الجامعة، مصيبة سوداء. تفعل مشاكل مع شيخ الأزهر، مصيبة سوداء ثلاثة. تفعل مشكلة مع رئيس الجمهورية، مصيبة سوداء خمسة. كلما تعلو كلما كانت المشكلة مصيبتها أكبر، فما بالك لو تفعل مشكلة مع الله. أنا عايزك تفكر كده، من يجرؤ فيكم أن يفعل مشكلة مع رئيس الجمهورية؟ صعب. رئيس الجمهورية يتوعدني، الوزير يتوعدني، عميد الكلية يتوعدني، الشيخ الأزهر يتوعدني. كلما يعلو في المنصب كلما تعلم أن انتقامه سيكون أقوى. إنما الشيخ هو الشيخ يتوعد هذا الرجل، أنا أتوعدك، يعمل له إيه الشيخ؟ ولا حاجة. قدرات، اعرف قدراته، اعرف قدرات عدوك. طب ايه رأيك اذا كان عدوك الله؟ ويحذركم الله، انت عملت عداء مع الله فصرت تعادي الله. البشر نستطيع، لكن كيف نقوى على الله؟ ومن هنا ويحذركم الله، ايه ده؟ اشد ما في القرآن كما قال مولانا الامام السيوطي في كتاب الإتقان، وهو مقدمة لتفسير القرآن الكريم المسمى بالترجمان. أما أنت أصم لا تسمع، أيها الولد، العلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون. شوف عمل من غير علم، طب علم من غير عمل جنون، لأنه يؤدي إلى الهلاك، يؤدي إلى ما هنا قلنا. الإنسان الذي لا يعلم يحاسب مرة، طب الإنسان الذي يعلم يحاسب كم مرة؟ 2، في مضاعفة للعذاب، ومن هنا جنون. علم من غير عمل جنون، عمل من غير علم لا يكون. واعلم أن علما لا يبعدك اليوم عن المعاصي، ولا يحملك على الطاعة، ولن يبعدك غدا عن نار جهنم. كل العلوم تعود إلى القرآن الكريم، وكل علم يوصل إلى القرآن هو علم نافع. هذا العلم النافع إن وصلك إلى القرآن فقد وصلك إلى الله، وإن وصلك إلى الله إذن هو علم يدخلك الجنة. لكن علم يبعدك عن الله، يعني في البداية يبعدك عن القرآن، علم لا فائدة منه ولا نريده. مثال: علم السحر يقربك إلى الشيطان ويصرفك عن الرحمن، هذا ليس علم مفيد. علم النحو، نقوى في العربية حتى نقوى في قراءة القرآن، حتى نقوى في فهم النص، فإن نقوى في فهم النص نفهم النص، إن نفهم النص نستنبط الحكم الشرعي من النص. الحكم الشرعي هو كشف عن مراد الله في الأشياء، خلاص. شوف النحو يوصل إلى الله كيف؟ البلاغة حتى نذوق طعم القرآن،
أزوق وما محمد إلا رسول، يرى البلاغة يرى الاستثناء، من في ناقص ولا تام ولا تام مثبت في فهم. إذن هذا العلم يوصل إلى منها إلى القرآن، وكل علم يوصل إلى القرآن هو علم نافع ولذيذ. وإذا لم تعمل اليوم ولم تدارك الأيام الماضية تقول غدا يوم القيامة فارجعنا نعمل صالحا، فيقال يا أحمق أنت من هناك تجيء. شوف الكلام الجميل. إذا رأى الكافر يوم القيامة ما أعده الله للعاصين قال يا رب رجاء أعود إلى الدنيا حتى أعمل. الملائكة بيقولوا له يا أحمق ألم تأتي من الدنيا؟ كنت في حياتك الأولى لم تعمل، تعتقد أنك في حياتك الثانية ستعمل؟ من عمل في المرة الأولى هو الذي فاز، ومن لم يعمل في الأولى فلن يعمل لا في الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة. يا أحمق ألم تجيء من هناك؟ رب ارجعون أعود إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا. لو كنت تعمل الصالح لفعلت في المرة الإيه؟ الأولى. قول زي. أيها الولد اجعل الهمة في الروح والهزيمة في النفس. الهمة في الروح، إيه الهمة؟ يعني إيه همة؟ علو الهمة، مقصد اجري وراء المقصد، أدي الهمة. مرة زمان 2003-2002 ذهبت إلى بعض الطلاب من أندونيسيا كانوا يسكنون في الظاهر، فذهبت للزيارة كده فوجدت في الحجرة يكتبون بعض الكتابات كده، فواحد فيهم كاتب القاهرة إن لم تقهرها قهرتك. يعني إن لم تكن قوي عندما تأتي القاهرة ستقهر. الآخر يكتب لا سبيل لنا إلا النجاح، يعني سننجح. رجل آخر يكتب يعني مع حاجات كده جميلة أنا مبسوط منها، نحن دخلنا المعركة ما رأيك يا مولانا؟ سننتصر. علو الهمة، الرسول كان يقول كده، نحن ندخل في المعارك لماذا تخافون؟ من يحيى يحيى منتصر، ومن يموت يموت شهيدا، فمن يحيى يحيى كريما بطلا، ومن يموت دخل الجنة من أوسع أبوابها. إذن الجهاد في الإسلام كله إيه؟ خير. من مات في الجنة ومن يحيى في جنة الدنيا، لكن ليس عندنا هزيمة، ليس عندنا إيه؟ أدي علو الهمة. مولانا تستطيع؟ إن شاء الله أستطيع. ليه؟ من يستطيع ليس أفضل مني. أدي معنى القوة، معنى الهدف، أدي علو الهمة، علو الهمة في الروح. طيب اليأس، تذاكر لا تذاكر سترسب. إذا لا يذاكر إيه اللي حصل يا مولانا؟ ثبت الهمة. في رجل كان في الأزهر الشريف ويرسب كثيرا، يرسب كثير جدا، فقال أنا سأمشي من الأزهر، فجمع أغراضه وجلس بجوار عمود ينتظر أن يصلي العصر ثم يمشي، فوجد نملة تصعد ثم تسقط، ثم تصعد مرة أخرى ثم تسقط أعلى، ثم إلى أن تمشي. قال سبحان الله، نملة عندها هدف، نملة عندها أمل، وأنا رجل كبير ليس عندي هدف. فعاد مرة أخرى وتعلم مرة أخرى وصار شيخا من المشايخ الكبار. ده اسمه يا مولانا علو الهمة. أنا أريد أحفظ القرآن الكريم، عندك همة؟ أيوة عندي همة تحفظ القرآن. أنا أريد أن أحفظ آية كل شهر، آية كل شهر. أيوة
متى تختم القرآن مولانا؟ أنا أختم القرآن بعد 115 سنة. فيش همة؟ لا في همة. أنا كل يوم لازم أحفظ 5 آيات. طب أنا اليوم لم أحفظ، غدا 10. طب أنا عندما أحفظ 5 آيات كل يوم، أنا سأنتهي بعد شهر من جزء، بعد شهرين من جزئين. أنا كل يوم سوف أراجع على 3 أجزاء. أنا كل يوم سأصلي على الرسول 1000 مرة صلى الله عليه وسلم. أجمع كل المتفوقين على الجدول، فمن فعل جدول للمذاكرة وجدول وجدول يكون من الناجحين. قلت لحضراتكم أنا عندما كتبت كتاب الشمائل أنا كنت واضع خطة كل يوم 5 أحاديث، لا أزيد عن 5، بشرط إن هذا اليوم لم أكتب 5 غدا 10، إن لم أكتب غدا 15. خطة كل يوم أكتب ماذا، كل يوم أكتب ماذا، خطة هنا تنجح. أنا أنسى، عندي دفتر للمواعيد، أنت ناجح. أنا أدون، أنت ناجح. أنا لا أدون، أنت فاشل. في عوامل مساعدة، هذه علو الهمة يحتاج إلى خطة. هذه الخطة نحن نفكر في الإجراءات والخطوات التي تؤدي إلى الوصول. والموت في البدن. إيه الموت في البدن؟ كيف يكون الإنسان ميت وهو حي؟ الإمام الشافعي حي ولا ميت؟ حي. الإمام الغزالي حي ولا ميت؟ حي. من علمونا كلمة أحياء ما دمنا نقول بكلامهم، ما دمنا نستفيد منهم، ما دمنا نحاكيهم، ما دمنا ننهل من بحارهم، إذن أنت حي ليست ميت. طب إنسان يحيا بلا هدف، هذا هو الميت في صوب حي. ميت في صوب مين؟ حي. قل يا ابني. لأن منزلك القبر وأهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة. كمل. ماذا تصل إليهم؟ سبحان الله سبحان الله. الأموات تتلاقى، وروح الأموات تتلاقى. ومن هنا ذكر مولانا ابن القيم في كتاب الروح أن إذا جاء الرجل وقال له ما أخبار فلان، قال فلان قد مات منذ عام، قالوا لم يأتي عندنا، لعله ذهب إلى أمه الهاوية. مين أم الهاوية؟ جهنم. فأمه هاوية، وما أدراك ما. سبحان الله. إياك إياك أن تصل إليهم بلا زاد. سبحان الله. إذا جاء الأب في آخر الليل يعود إلى أولاده بلا طعام، الأولاد سيكرهونه. فحاذر أن تعود إلى أولادك ليلا بعد العمل الطويل والغياب الطويل من غير طعام. أهل المقابر ينتظرونك، والأموات ينتظرونك، رجاء أن تذهب بعمل صالح، لأنك لو لم تذهب بعمل صالح لن تصل إليهم. أين فلان؟ إنه مات من عام، إنه لم يأتي إلينا، ذهب إلى أمه الهاوية، أي ذهب إلى مين؟ إلى جهنم، ولذلك نحن لم نراه. قول يا سيدي، أدي الأرواح تتلاقى والأرواح تتكلم مع بعض. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الأجساد قفص الطيور. يا سبحان الله. شوف شوف، أنا عندي أرواح وعندي أشباح. الأشباح الجسم، والأرواح ما حلت في الجسم. فإذا مات الإنسان خرجت الأرواح من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح، فصارت تسبح كما شاءت. سيدنا أبو بكر يقول الروح مسجونة، مسجونة في قفص. هذا القفص هو الجسم، هو الشبح.
فإذا مات انطلقت إلى الحرية. انطلقت إلى ماذا؟ لكن إيه رأيك أنها انطلقت إلى النار؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صعب جدا جدا. رجاء أن تخرج من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح، لكن لا تخرج بمعصية، أخرج بطاعة. طب العذاب للروح والجسد، طب النعيم للروح والجسد. قول يا سيدي. هذه الأجساد قفص الطيور وإصطبل الدواب. إصطبل يعني مكان، مكان الدواجن ومكان الحيوانات. فتفكر في نفسك من أيهما أنت، إن كنت من الطيور الأنوية فحين تسمع طنين طبلي ارجعي إلى ربك، تطير صاعدا إلى أن تقعد في أعالي بروج الجنان. مين ده؟ ده النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي. لكن الأمارة بالسوء في أسفل سافلين. شوف الجنة فوق والنار تحت. كما أن الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كذلك النار ما لا عين رأت من العذاب ولا أذن سمعت من العذاب ولا خطر على قلب بشر من العذاب. مولانا القرطبي ذكر في كتاب التذكرة كلام خطير، قال أن نار الدنيا كلها ما تساوي إلا جزء من 70 جزء من حصام حصيات جهنم بمقدار حبة العدس. نار الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة ما هي إلا جزء من 40 جزء من مين يا مولانا؟ ها؟ من نار الدنيا. استغفر الله. جزء من 70 جزء، 70 من نار مين؟ من نار الدنيا. لا 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 لا، ده جزء من 70 جزء ليس من نار الدنيا، جزء من 70 جزء من حصى من حصيات جهنم. شوف مولانا، حصى بمقدار حبة العدس لو نقسمها 70 جزء لا ترى بالعين المجردة، تريد ميكروسكوب. أدي نار الدنيا كلها. عشان كده إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح إيها البعوضة، أصلا لا تساوي شيء، فما بالك بجناح البعوضة. يعني البعوضة دي كلها لا تساوي عند الله شيء ولا تساوي عند الإنسان شيء، فما بالك بجناح بعوضة. أنا أريد أبيع يا سيد فكري، اعمل إعلان كده على النت، نريد أن نبيع 50 بعوضة، البعوضة الواحدة بجنيه، مين يشتري؟ تعرفون البعوض يطلق على الناموس ويطلق على البق، بق اللي هو الأكلان، تعرفون؟ آمين. يشتري بق الواحدة بجنيه؟ استغفر الله، بق لا نريد نشتري. صح، ليه لا نشتري يا فكري؟ عشان موجود. عشان موجود، سبحان الله. لا تساوي عند الله جناح بعوضة. نعم، إذن البعوضة لا تساوي شيء، الدنيا لا تساوي شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ إيه؟ قالوا مذكور لي يا مولانا، ليس مفيد، اتركوه. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ده بلاغة سنة 5، ليس العرش يعمل كده، يعني دي بلاغة، معناها حدث عظيم وقع عند الله عظيم، موت ولي، موت عالم، موت واحد كبير، موت رجل من الأنصار أصيب بسهم في ذراعه، واختارت قريظة أن يكون حكما لهم وفرحوا به، وقال يا رسول الله حكم أن تقتل الرجال، سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد قلت حكم الله فيهم، وقتلوا جميعا، كان عددهم 600 أو 700. قل يا سيدي. بني مين؟ ها، قريظة. والعياذ بالله، إن كنت من الدواب كما قال الله تعالى، أولئك كالأنعام بل هم أضل،
فلا تأمن انتقالك من زوايا الدار إلى خاوية النار. يا سلام، زاوية الدار دي، نحن الآن في زاوية الدار، فلا تخرج من زاوية الدار إلى حفرة النار، أخرج من زاوية الدار إلى جنة القرار. جنة القرار المستقبل. شوف، لا تخرج من زاوية الدار إلى النار. في أيها الولد عندك ولا خلاص؟ كم صفحة؟ وروي أن الحسن البصري رحمه الله تعالى أعطي شربة ماء بارد، فلما أخذ القدح وغشي عليه وسقط من يده، فلما أفاق قيل له: ما لك يا أبا سعيد؟ قال: ذكرت أمنية أهل النار حين يقولون لأهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. دي قلوب. كان مولانا أبو هريرة تمخض في ثوبه من كتان كده، ثم قال: بخن بخن، أتمخض في ثياب؟ تذكر عندما كنت تنام على الأرض مغشيا عليك من شدة الجوع، يظن الناس أنك مجنون. هنا مولانا الشيخ سعيد وهو يشرب الماء البارد وقع وسقط على الأرض مغشي عليه. ليه مولانا؟ قال: تذكر أن أهل النار يدعون الله ليل نهار لعله يعطيهم قطرة، والله يرفض. أنا الآن أشرب كوب والله يعطي، فخاف أن يحرم من هذا الماء إن دخل النار، فمن شدة خوفه وقع مغشيا عليه. مين ده؟ ده الحسن البصري شيخ التابعين. لكن احنا مش خايفين ولا حاجة خالص، نشرب ماء ونشرب ونفعل كل شيء. درجة الإيمان، درجة الإيمان ودرجة حياة القلب. قول يا سيدي. أيها الولد، خلاص قف عند أيها الولد، ومدام خلصنا أيها الولد كنت سوف أكلها، لا أكلها. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.